تقريبا، في حين ان الاستاندرد يبدا من 120، يعني ده زياده عن الاستاندرد حوالي يمكن 50% او 40-45%، ف بيديني مكان متسع. يعني انا بتكلم على وحده ما هي من السكن، المساحات الاقتصاديه اللي هي محدوده، لا انا عندي مساحات فيها هنا نوع من اللكشري كمان، مهيأ كمان بعد ما يتفرش كان دي الديزاينر يجي يشتغل هنا يحط الفرش بتاعه مع مساعده، الفراغات كلها مساعده كارتفاع وكاتساع الاثنين مع بعض. عظيم بحر. ها؟ يعني لو خدنا مثلا بناء زي كده، لو اتفضل هذا كده الحمام موجود هنا في المدخل، يعني اكنك داخل جناح فندقي، نفس توزيع المعماري لاي جناح فندقي، الحمام المدخل بعدين الحمام كوريدور، دخلت على مكان النوم عند الفيكسد فرنيشر موجود في غرفة الملابس أو باب الملابس، سهل أفرش هنا التراس طبعا، معلش ندخل هنا ما شاء الله تراس، ولا في رويال سويت طبعا الألمنيوم دبل جليزد